اقوى نادي في العالم كل سنه. كان في بطوله بتلتعب اسمها بطوله الانتر كونتيننتال، كان بيشارك فيها بطل دوري ابطال اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه، اللي هي اساسا بطوله الليبرتادوريس. في عام 1993 كان رئيس الميلان في الوقت ده سلافيو باركسلوني، كان في الولايات المتحده الامريكيه، وجابل رئيس الفيفا جوزيف بلاتر وقال له ما ينفعش نحسم اقوى نادي في العالم في السنه دي بين قارتين بس اللي هي امريكا واوروبا، لابد من مبدا تكافؤ الفرص، والست قارات لازم يشاركوا في البطوله. بدات تلتغي بطوله الانتر كونتيننتال، وظهر على الخط بطوله كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه بطوله عملتها الفيفا من جديد عشان مبدا تكافؤ الفرص، عشان كل ابطال الاتحادات القاريه السته يشاركوا في البطوله دي لحسم اقوى نادي في العالم. في سنه 2000 الفيفا اعتمدت بطوله كاس العالم بطوله رسميه وبدات تلتعب بالفعل، وبشارك فيها سبع فرق. السبع فرق هم بطل دوري ابطال اوروبا، وبطل دوري ابطال اسيا، وبطل دوري ابطال افريقيا، وبطل دوري ابطال اوقيانوسيا، وبطل دوري ابطال امريكا الشماليه اللي هي بطوله الكونكاكاف، وامريكا الجنوبيه اللي هي الليبرتادورس، وبطل دوري البلد المستضيف. دول سبعه بيشاركوا في البطوله على مدار اسبوعين. من اول ما البطوله بدات في سنه 2000 شركات كتيره اتقدمت عشان تصمم الكاس، ورئيس العطاء على شركه سوايا موريني في ايطاليا تقع في ميلانو هي اللي صممت الكاس. كاس تكلفته 25,000 دولار. تصميم الكاس تصميم انسيابي وجميل جدا، مكون من ست اعمده، ست اعمده عليهم كوره ترمز لكره كاس عام 1998. وزن الكاس 4 كيلوغرام وطوله 37.5 سم، مكون من قاعدتين، القاعده الاولى مكتوب عليها اسم كاس العالم، اسم البطوله كاس العالم الانديه، والقاعده الثانيه الشركه الراعيه. والكاس مصنوع من الفضه والنحاس ومطلي بالذهب. بطولة كاس العالم من سنة 2000 لعند الآن بتقدم فيها 4 جوائز: كرة ذهبية لأفضل لاعب، والحذاء الذهبي لأكتر لاعب سجل، وجائزة اللعب النظيف اللي بيفوز بيها النادي اللي بيفوز بأعلى نتيجة في أي مباراة في البطولة بمعايير حطتها الفيفا، بيفوز بجائزة اللعب النظيف. والجائزة الرابعة بدأت تطبق من سنة 2005: أفضل لاعب عمل أداء في النهائي، بيفوز بجائزة من الفيفا وجائزة من الشركة الراعية هي عربية تيوتا. الجوائز المالية للبطولة جوائز قيمة 16.5 مليون يورو، 5 مليون للبطل، 4 مليون للوصيف. المركز الثالث 2.5 مليون، المركز الرابع 2 مليون، المركز الخامس 1.5 مليون، والمركز السادس 1 مليون، والمركز السابع 0.5 مليون، لتصبح جميع الجوائز المالية 16.5 مليون يورو. تكون بطولة ممتعة تمتعنا وتسلي الجماهير، وكل التوفيق للأندية العربية، توفيق للأندية العربية، وإن شاء الله هيحققوا مراكز في بطولة كأس العالم في المغرب. ولو عجبتك الحلقة لايك واشتراك في القناة بتاعتي، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات تحت وفي الوصف فوق، وشير وكومنت ولايك على الفيسبوك. والسلام عليكم.